أهلا بكم من جديد. رغم الصعوبات التي تعانيها من نقص في القاعات الدراسية والمعامل وصعوبات أخرى، جامعة إب تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب النازحين في كليتها. رغم ظروف الحرب التي أحاطت بهم، يصر الطلاب في مناطق النزاعات وخاصة محافظة تعز على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية الجامعية، وكانت جامعة إب هي قبلة للعديد منهم لإيجاد فرص تعليمية لهم رغم ما يواجهونه من صعاب، من أهمها السكن الجامعي. شكلنا لطلبات النقل أو الالتحاق بجامعة إب لجنة خاصة بحيث تبقى الملفات لدى اللجنة، وبالنسبة للطلبة الآخرين وجهنا الكليات عمداء الكليات باستقبال الطلبة بدون وثائق وسمح لهم بدخول القاعات والاختبارات. في ناس مش قادرين يخرجوا من محافظة تعز، طلاب يعني مش قادرين يخرجوا بسبب إيش؟ بسبب الحرب، بسبب إنه في طريق معين قنص مش قادرين يخرجوا لهنا. طيب احنا الان جينا منشان نكمل تعليمنا، كان في معاناة كثيرة بحكاية السكن بما انه نحن طالبات، فجابوا لنا سكن ثاني انه يعني نجلس مع بنات بسكن جامعي تبع المحافظة نفسها. سببنا لهم ازدحام وضغط نفسي لنا نحن. جامعة إب وانطلاقا من مسؤوليتها التعليمية تجاه أبنائها الطلاب، حرصت على العمل على كل ما من شأنه أن يساعد على استقبال هؤلاء الطلاب الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 400 طالب، رغم وجود صعوبات تعانيها الجامعة من قبل، إضافة إلى الصعوبات الحالية التي فرضتها الظروف الراهنة للبلد. الصعوبات كثيرة في الحقيقة، هو يجب علينا أن نلاحظ أننا في الظروف الطبيعية كنا نواجه الصعوبات، ومثلا واحدة من الصعوبات اللي نواجهها في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية عدم توفر الأجهزة، فكان الطلبة يتدربون إما في المعهد التقني بتعز وإما في جامعة صنعاء سنويا. الآن المعهد ضرب قصف من قبل الطيران، والسفر إلى صنعاء أصبح معقد نوعا ما، وأصبحنا ملزمين الآن بتوفير أجهزة لكي يتعلم الطلاب بالطريقة المطلوبة. إصرار هؤلاء الطلاب على إنهاء تعليمهم يأتي من إيمانهم بأن التعليم هو بوابة المستقبل، وأن اليمن لن تخرج من هذا المأزق إلا بهمة أبنائهم وسعيهم لأجلها، فحري بالجميع مد يد العون لهؤلاء الطلاب والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض مسيرتهم التعليمية. لبرنامج صدى الأسبوع، حنان طه العواضي، محافظة إب. في ظل ظروف صعبة وقاهرة يعيشها اليمنيون، تفشت ظاهرة الإدمان مؤخرا بشكل كبير بين الشباب من الجنسين، ما يوحي بمخاطر تتهدد جيل الشباب. في ظل الأوضاع المتردية الحالية، يزداد أعداد المرضى النفسيين المتأثرين من الحرب، وأكثر الفئات تأثرا هم الأطفال والمراهقون، كما أن هناك علاقة قوية ومؤثرة بين الاضطرابات النفسية والإدمان، حيث أن كثيرا من المدمنين يكون المرض النفسي هو السبب الرئيس لإدمانهم. هي طبعا لما تجي تفردها هي ثلاثة أنواع من الإدمان: إدمان اللي هي الدراجز، الحبوب والأدوية، وإدمان الحشيش، وإدمان الكحول. بالنسبة لإدمان كلهم موجودات بنسب كل فئة لها. مثلا فئة الدراجز تجدهم العاملين الصحيين، العاملين في هذا المجال، لكن الحشيش هم فئة الشباب، وخاصة اللي هم مرتاحين ماديا نقدر نقول، أو الفارغين. ونتيجة للظروف الحالية المتدنية، تفشت وظهرت العديد من أنواع المخدرات، ووجدت الكثير من الأسباب والأدوية التي يمكن أن تكون سببا مباشرا للإدمان دون أن نعلم. موجود الحشيش والحبوب المنومة والحبوب المنشطة، موجود البيسيدين والمورفين، تقريبا أغلب المواد اللي بتسبب الإدمان، بالإضافة إلى شم الغرة والمنظفات والكحول يعني أو الخمر. ومن الخطورة بمكان أن تكون حقا هي فئة الشباب والمراهقين، أكثر الفئات المنتجة هم ذاتهم الأكثر عرضة للإدمان بأنواعه.
نجدهم فئة الشباب، أكثر الناس اللي دخلوا عندنا ما بين أعمار 17 إلى 25 عام، طبعا سواء كانوا رجال أو نساء أو شباب أو شابات، موجود في كثير جاءوا عندنا أيضا من فئة البنات. إدمان هذه الفئة من الشباب لا يؤثر فقط على الأسرة بل على المجتمع والدولة بشكل عام، وإطلاق مركز الإدمان الأول في اليمن في ظل هذه الظروف الحالية هي بادرة حية ورائعة لمحاولة تلافي تلك المشكلة، وهي مؤشر خطير أيضا على ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن. بتأثير كبير من الأزمة الحاصلة في البلاد، يشكو مزارعو لحج من صعوبات كثيرة تواجه زراعتهم من انعدام للمشتقات رغم اعتماد الكثير من السكان على الجانب الزراعي. في محافظة لحج تتسع دائرة المتضررين من الحرب التي دارت في جنوب البلاد والتي طالت الناس والشجر والحجر. الأراضي الزراعية كانت ضمن قائمة الأضرار التي أوجدتها الحرب. مديرية تبن والتي تشكل 70% من الأراضي الزراعية في محافظة لحج تعرضت فيها المزارع للأضرار والمحاصيل للتلف. إن نحن أحد المتضررين من جراء الأزمة والحرب التي حصلت عندنا، حيث تحولت هذه المزرعة إلى ثكنة عسكرية. هذا الأمر أدى إلى عدم وصولنا إلى مزرعتنا ومباشرة العمل فيها، مما أدى إلى تضرر كبير. وكما تشاهد الأشجار كانت قبل مجيئكم للتصوير كانت يابسة، وأدت الحرب إلى إحراق كثير من الأشجار، وبالإضافة إلى عدم وصول الماء إليها أدى إلى هذه النتيجة. تتعدد الصور وجوانب الأضرار الزراعية في لحج، فتمتد من الأرض وصولا إلى المحصول، وصولا إلى عدم قدرة المزارع على الوصول إلى آبار المياه التي كانت تعتبر مصدرا أساسيا للزراعة، وصولا إلى التسويق أيضا. والله كما ترون الدمار الذي لحق بين بعض الممتلكات والمشجرات المثمرة والمعمرة نتيجة الحرب التي طالت أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر، وكان انقطاع المواد المحروقات الديزل وعدم تسويق المنتجات الزراعية، مما أدى إلى تلاف المحصول ومن ثم تلاف الأشجار. وتبان بالذات مزارعها معتمدين اعتماد خاص على الزراعة، وفي هذا الموسم انتهت بالذات الأشجار المثمرة تلفت أثمارها، انتهت ما فيش حصل التسويق. وفي برضو زراعة زي الطماط الصيفي والبصل انتهى. الجهات المعنية تتحدث ضمن المتحدثين عن المشكلة وتستعرض أرقام وإحصائيات ولجان حصر للأضرار، ولكن تبقى الحلول محل انتظار كما هي مناشدات الأهالي المتضررين. مديرية تبن هي من أهم الأرض الزراعية في محافظة لحج كامل، وإنتاج ويمثل إنتاجها 70% من إنتاج محافظة لحج. تعتبر ويوجد بها أكثر من 8000 مزارع، وتعرض هذا المزارعين لكثير من الخسائر بسبب الحرب. ومن أهم الخسائر اللي تعرض لها مدير الزراعة في محافظة لحج هي تلف العديد من المحاصيل الزراعية، عدم قدرة المزارعين على تسويق هذه الانتاج، أو بسبب عدم وجود الديزل ما أدى إلى جفاف الكثير من أشجار الفواكه. هكذا هي الحرب في جنوب البلاد خلقت أضرارا كبيرة على الناس وعلى الأرض، وكثيرة هي الجوانب التي بحاجة إلى تعويض والتفاتة من الجهات المسؤولة. بعد توقف دام 8 أشهر بسبب المواجهات التي دارت في عدن، تعود حركة الملاحة الجوية باستئناف الرحلات من مطار عدن الدولي إلى دبي وعمان والقاهرة.
بعد الدمار الذي لحق بمطار عدن الدولي خلال فترة المواجهات، قامت الجهات المسؤولة بالإسراع لإعادة إصلاح المطار وتشغيله بدءا من استقبال الطائرات التي تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والغذائية، ليأتي بعده قرار بدء عودة الحركة الملاحية لمطار عدن الدولي. بعد فترة انقطاع دامت عدة أشهر نتيجة الحرب الذي شنت على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، تم بعون الله سبحانه وتعالى استئناف العمل بالرحلات في مطار عدن الدولي الجوية من وإلى مطار عدن الدولي، والعمل جار على قدم وساق لإعادة تأهيل المطار بما خربته الحرب الذي شنت على محافظة عدن، وكان لمطار عدن الدولي بحيث أنه البوابة الجنوبية لليمن، يعني تحصل على النصيب الأكبر من الدمار والتخريب في البنية التحتية في التجهيزات الملاحية والفنية. توقف المطار لثماني أشهر بسبب المواجهات التي دارت في عدن شكل حملا ثقيلا على كاهل المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد، ما جعلهم يتجهون برا رغم الصعوبة ومشقة الطريق. الآن بعد تشغيل مطار عدن وعودة الحركة الملاحية له، تنفس الصعداء وعادت الابتسامة للمواطنين المستطيعين لإنقاذ جرحهم في دول أخرى عبر الجو دون مشقة، ومنها زيارات ترفيهية بعد أشهر من الألم التي لا يريد أن يتذكرها الإنسان في عدن حتى لا تعود في ذاكرة الأجيال من جديد. تم تشغيل المطار من الأسبوع الماضي بعدد 3 رحلات في اليوم، يوم الأحد رحلة إلى عدن دبي عدن، ويوم الأربعاء رحلة من عمان عدن عمان، يوم الأربعاء عدن القاهرة عدن، ويوم الخميس عدن عمان عدن. إن شاء الله أن تستمر الرحلات وتفتح أكثر من محطة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. إقلاع الطائرات المدنية من مطار عدن الدولي تتجه نحو 3 مدن عربية، دبي وعمان والقاهرة.